قبل ما أبدأ الفقرة دي وأدخل في التفاصيل لازم أقول لكم أنه قبل بداية الحلقة النهاردة دخلت في تحدي مع فريق الإعداد، أقول فريق الإعداد قبل الهوا على طول عشان ضربتين في الراس توجع. الكلام على مين؟ على تشيلسي الإنجليزي. حقيقة أنا بشوف أنه عمل صفقتين مش من العيار التقيل. تشيلسي حاليا، إحنا النهاردة في نص شهر يناير، تمام؟ أنا بقول لكم أهو على الهوا والحلقة دي للتاريخ، تشيلسي في الفترة اللي جاية هيتقدم تقدم رائع، واشوف انه الصفقتين اللي عملهم دول من حيث الكواليتي يعملوا فرق مع اي فريق في العالم كله. كلام طبعا على جواو فيليكس اللي انضم على سبيل الإعارة، والكلام تانية على صفقة تانية يمكن تكون بالنسبة لناس كتير جدا صفقة مجهولة، او يمكن تكونوا ما سمعتوش الاسم او ما تعرفوش الاسم ده، احفظوا الاسم ده كويس قوي، ميكايلو بيتروفيتش مودريك. ده هيكون واحد من اهم نجوم الكره الاوروبيه في السنوات اللي جايه. هنتكلم على الميركاتو، هنتكلم على احتماليه انتقال امبابي من بي اس جي لريال مدريد، والكلام كتر خصوصا بعد الخساره المذله والمهينه في الكلاسيكو من برشلونه بنتيجه 3-0. وهنتكلم على طبعا الاهلي والزمالك، وهنتكلم على بطوله دوري الابطال واخبار منافسين الاهلي في البطوله في الاسبوع الاخير ده. بس بدايه طبعا نشكر ضيوفنا واللي بيشرفونا وينورونا النهارده في السادسه، دكتور محمد جمال وبلال محسن محللي الكره العالميه، ضيوفنا النهارده في السادسه. مساء الخير واهلا وسهلا بلال، منور الدنيا. دكتور محمد جمال منور الدنيا، مساء الفل، اهلا وسهلا بك. انتوا متفقين معايا على موضوع الصفقتين دول الاول ولا ليكم وجهه نظر مختلفه؟ طبعا يعني جواو فيليكس طبعا كان عامل اداء كبير جدا مع منتخب البرتغال في كاس العالم، وقدر تشيلسي ان هو يقنع اتلتيكو مدريد ان هي تخلى عنه. طبعا لعيب مهم جدا لاتلتيكو مدريد، ولكن حظه طبعا السيء ان هو حصل على كارت احمر في اول مباراه ليه مع تشيلسي، وكمان احتماليه ايقافه لمده 3 مباريات، فيعني يمكن حظهم وحش فيه شويه. انما مدرك طبعا موهبه شابه ليها مستقبل كبير جدا. فكرني بتشافتشينكو كده، اوكراني اوكراني وشختره وبتاعه وهيعمل شغل، بس هو لعيب كويس قوي. ولا يا دكتور محمد؟ لا انا مشكلتي مش في الصفقتين طبعا. كواليتي ممتازه لما اتعاقد مع مدرك، خاصه ان كان في صراع مع ارسنال جواو فيليكس طبعا، لكن عندي مشكله طبعا برضه في صفقه جواو فيليكس. انت جايب لعيب عندك وفضلت تتفاوض كتير جدا، وفي النهايه جبته فقط ببند اعاره بدون ان يحتوي العقد على نيه الشراء لتشيلسي. فده بالنسبه لي اعاره غريبه جدا انه يتواجد في تشيلسي بدون بند شراء. افرض تالق، هيبقى الاحتفاظ بيه صعب جدا جدا، وهيحط نفسه في مزايدات بعد كده لو تالق جواو فيليكس. دي الجزء الاولاني. الجزء الثاني فيما يخص الاداره الفنيه، جرام بوتر يبدو انه لا يحكم السيطره على فرقه تشيلسي ابدا. فرقه تشيلسي بتعاني من الغيابات، عندها بعض المشاكل، عندهم بعض المشاكل فيما يخص الكواليتي في الخط الامامي تحديدا، لكن في النهايه الكواليتي اللي موجوده يطلع منها افضل من كده بكتير. فده ايكوال دايما، لما يكون عندك كواليتي ما بتطلعش المردود المنتظر لفرقه تشيلسي يبقى في مشكله فنيه. جرام بوتر احد اكبر المتضررين من الحرب الروسيه الاوكرانيه تشيلسي. طبعا طبعا يعني الحرب دي جت عليهم. الامور فيها مشاكل كتير اداريه، فيها مشاكل كتير فنيه. الفلسفه اللي كان بيشتغل بيها جرام بوتر مع برايتن مختلفه تماما عن تشيلسي. تشيلسي عايز يلعب على الاستحواذ، عايز ينافس على البريمير ليج. الامور متراجعه بشده، الامور الفنيه يبدو ان هي فيها مشاكل كتير مع جرام بوتر. يبقى السؤال الاهم من التعاقدات، هل يكمل جرام بوتر الموسم مع تشيلسي؟ طب لو كمل هل هو المشروع ده اللي بيبني عليه تشيلسي؟ ده سؤال اهم ومهم جدا. انا هاجي للميركاتو وهاجي للدوري الانجليزي كمان بالتفاصيل، وهاجي اعدي معاكم بسرعه على الكلاسيكو طبعا اللي حسسنا بكلاسيكو رونالدو وميسي. يعني بقالنا سنين بنتفرج على برشلونه والريال مش حاسين ان هو ده كلاسيكو، لكن بتهيألي الكلاسيكو او النسخه الاخيره رجعت لنا الاحساس ده مره ثانيه. بس خليني ابدا بالملف المحلي معاكم، وعايز ابتدي بماتش امبارح، تاهل الاهلي لنهائي الكاس في لمواجهه بيراميدز. طبعا تفوق على الزمالك في مباراه غريبه وعجيبه، لكن عايز اعرف شفتوا الاهلي ازاي، واهم نقاط القوه اللي ظهرت على كره الاهلي امبارح في مواجهه سموحه. بلال، يعني في البدايه طبعا مباراه الاهلي وسموحه امبارح كانت مباراه مفصليه شويه في طريق تحقيق اللقب الكاس ان شاء الله. فمباراه خروج المغلوب دايما بتبقى الفرص ايكوال 50-50. كل فريق عنده حظوظ ان هو 90 دقيقه تقدر، او حتى لو امتدت المباراه الاشواط الاضافيه يقدر بعدها يروح للمباراه النهائيه. النادي الاهلي دخل المباراه، يمكن هنتكلم عن الرباعي الامامي، رباعي يمكن ما لعبش مع بعض كتير، عوده كهربا بعد فتره كبيره جدا راهن عليه المدير الفني، وكهربا كافئه طبعا بالاداء الكبير. كمان كان بيلعب محمد فخري اللاعب الصاعد، كان بيبدا المباراه
يعني يمكن اول مره يبدا اساسي مع حسين الشحات واحمد عبد القادر. الرباعي ده كان الناس يعني مستنيه تشوف المردود او اللعب الجماعي ما بينهم وما بين بعض هيبقى شكله عامل ازاي. النادي الاهلي احسن التعامل مع المباراه وضغط مبكرا جدا وقدر ان هو يحرز هدف مبكر طبعا عن طريق، احنا لو شفنا الثلاث اهداف اللي النادي الاهلي احرزهم هنشوف دور كهربا والتحرك بقى بدون كره المهاجم الوهمي. كهربا امبارح عمل الدور ده كويس جدا، يمكن شفناه وهو بيتحرك في ظهر مدافع سموحه في كره الهدف الاول وقدر يقطع ويضم لجوه واستفاد من خطا الهاني سليمان احمد عبد القادر واحرز الهدف الاول. الهدف الثاني كهربا قام بدور المهاجم برده، عمل محطه واستلم الكوره وظهره للديفنس واستنى اللي جاي من الخلف حمدي فتحي وحطها حلوه قوي. وكافئه بقى حسين الشحات بلعبه جماعيه برده، حسين راوغ اكتر من لاعب من سموحه وحطها له زي ما بيقولوا على طبق من ذهب. كهربا احسن استغلال واستقبال الهديه وانهى الكوره في المرمى بشكل رائع. فالنادي الاهلي امبارح تعامل مع المباراه منذ البدايه بلغه الحسم، انا هنزل مش هدي فرصه زي المباريات السابقه ان المنافس يدخل معايا في الجيم. استفاد من الاخطاء الفرديه للهاني سليمان اللي انشغل قبل المباراه زي ما شفنا بالسوشيال ميديا واستفزاز جمهور النادي الاهلي، واوعى تلعب مع جمهور النادي الاهلي باي شكل من الاشكال. يعني يمكن امبارح الجمهور عمل ضغط كبير جدا اهو، يعني يمكن الاهداف بتتعرض امامنا. الهاني سليمان واضح عليه طبعا حاله عدم التركيز لانه هو زي ما قلت لحضرتك انشغل بالخارج الكوره، شغل نفسه بالجمهور والتفاعل والسوشيال ميديا، فكان العقاب فوري طبعا من العقاب الفني طبعا من لاعبي وفريق النادي الأهلي في المباراة، وأنهى اللقاء بعد كمان يمكن شفنا كمان التغيير المبكر اللي أجراه طارق العشري بإخراج الهاني سليمان. أيوة. وده طبعا يعني بيقول إن دايما تركيز اللاعب يبقى في الملعب فقط، منصب على الملعب وعلى الفريق وما يشغلش باله طبعا بأي حاجة. زي ما قلت حضرتك تحرك كهربا في كرة الهدف الأول قدر يحط المدافعين في ظهره ويقطع لقلب الملعب. يمكن بص حضرتك هتشوف كمان في كرة الهدف الثاني كهربا بيستلم وهو عمل دور المحطة وقدر يحطها لحمدي فتحي اللي جاي من الخلف، استفاد برضه من خطأ الهاني سليمان وأحرز الهدف الثاني اللي نسبيا يعني قضى على أمال. كهربا مفاجأة بالنسبة لك يا دكتور محمد امبارح؟ طيب دايما اي لاعب في الدنيا بقى له فتره غايبه عن المباريات ايا كان السبب، موقوف، مصاب، راجع من اصابه طويله، او مجمد لانه المدير الفني مش مقتنع بيه. الفترات الطويله بتحتاج بعض الحاجات، رقم واحد الجاهزيه البدنيه، اتنين الجاهزيه الطبيه، ثلاثه وده مهم جدا جدا الموهبه، والموهبه لا تهدر، الموهبه ما بتروحش عند لعيب الكوره، اربعه وده اللي كان الرهان او الريسك في دخول كهربا وهي الحساسيه. اللعيب بقاله سبع شهور او اكتر، اخر مباراه لعبها يوم 22/5 مع فريقها تاي سبور مع فريق جينر سبور في الدوري التركي. وبالمناسبه في المباراه دي هو عمل نفس اللي عمله امبارح، سجل هدف وعمل اثنين اسيست، وكان بيلعب معاه في الفرقه اللاعب المغربي ايوب الكعبي بالمناسبه، يعني نفس اللي عمله امبارح، ودي كانت اخر مباراه لكهربا قبل ما يتعرض لفتره الايقاف. يعني كانه ما لا يعني مغبش. كانه لم بالظبط كانه مغبش. اللي عوض حته حساسيه المباراه الرغبه اللي عند كهربا، الرغبه اللي عند كهربا نازل مركز، نازل بيشتغل، وده اللي اتكلم معاه كابتن سالم عبد الحفيظ واتكلم معاه الجهاز بالكامل انه ركز في الملعب، مالكش دعوه باي حاجه ثانيه، وده اللي مالكش دعوه باي ملفات ثانيه. يعني في عقليه ثانيه مع كم الضغوط الشديده جدا والكلام اللي بيتقال عليه، وهيلعب هيتجمد هيتعاقب مش هيتعاقب، اوقات كتير جدا الحاجات دي بتاثر عليك نفسيا ومعنويا فتفقدك الدوافع وتخليك حتى زهقان من فكره انك بتلعب كرة بس في التمرين. لكن واضح جدا انه كهربا ما كانش عامل مع الموضوع بالعقليه دي او بالمنطق ده. والحاله اللي كان عليها كهربا قبل ما ننسى بقى ونبعد عن يعني نسيب قصه كهربا، انه تحسب لمارسيل كولر تجهيز اللاعب والجاهزيه البدنيه والفنيه اللي كان عليها كهربا امبارح، تحسب لمارسيل كولر، التهيئه النفسيه كمان لكهربا. احنا كنا بنتكلم على كولر انه مدير فني كويس جدا، لكن مش بس فنيا، هو قادر يتعامل مع اللعيبه اللي موجوده على البنش، قادر يتعامل مع اللعيبه اللي ما بتلعبش، وعمليه التهيئه وده كمله في المؤتمر الصحفي امبارح لما اتكلم على كوكا ورفض خليل وقال انه ممكن يكونوا هم متضايقين شويه ان هم ما بيلعبوش وخارجين من الدنيا ان هم ما بيلعبوش، لكن انتوا لعيبه كويسين، لعيبه صغيره بروميسنج جايين، والفرصه هتجيلكوا. ده التعامل النفسي بتاع مارسيل كولر، مش بس ان هو قادر يتعامل فنيا، ده غير الحاجات الكتير الايجابيه اللي عملها قبل اصابه كريم فؤاد، البروفايل اللي خلقه لكريم فؤاد. كريم فؤاد ما كانش بيلعب جناح، كريم فؤاد تالق وتوهج بس لعب مع كابتن سامي قمصان. يعني كابتن سامي قمصان في الفتره المرحله الانتقاليه بين بيتسو موسيماني وسواريش كان كابتن سامي وجود كريم. وجود كريم كجناح خط لان هو في الاساس ظهير، دي بتحصل وحصلت قبل كده مع كابتن سامي في الفتره اللي هي ما بين سواريش وما بين بيتسو موسيماني. لكن ان هو الراجل بيشتغل والفعاليه على المرمى والدخول داخل ال 18
كتير، وان هو بيحاول طول الوقت ان هو يبقى فشل. ده مارسيل كولر، ده البروفايل اللي خلقه للاعيب اللي في الاساس هو لعيب ظهير. لعب جناح بالمناسبه، وهو في نجوم المستقبل لعب جناح ولعب في انبي كظهير ايسر، لعب في اكتر من بوزيشن. لكن في النهايه انا خلقت بروفايل مش بس لكريم، انا بقول كريم على سبيل المثال وليس الحصر. ففي النهايه لما اجي اتكلم انه مدير فني قدر انه يدخل اللعيب بتاعه محمود عبد المنعم كهربا بهذه الجاهزيه، تحسب للاعب انه مركز وبيسمع الكلام، ودي كانت مشكله عند كهربا بفترات كتير، وتحسب للمدير الفني على التهيئه ودخوله المباراه بالشكل ده. اخدكم واروح لماتش الزمالك، اهلي زمالك يوم السبت اللي جاي. ومقدمه قبل ما اتكلم على كوره، قبل ما اتكلم على تشكيل وطريقه، وقبل ما اتكلم على 90 دقيقه في الملعب، عايز اتكلم على المقدمات شويه. الاهلي دخل المباراه دي بافضليه معنويه كبيره جدا. اخر مواجهاته بين الاهلي والزمالك كان سوبر، والاهلي قدر يتفوق ويكسب ويقدم عرض في منتهى القوه. الاهلي النهارده بيتاهل للنهائي كاس مصر في الوقت اللي بيخرج فيه الزمالك قدام بيراميدز. تراجع مستوى فرقه الزمالك وكلام كتير على مستر فيريرا في السنوات الاخيره، في الايام الاخيره، وخصوصا مع اعتزاز العروض والنتائج. فازاي بتشوفوا تاثير ده على مباراه يوم السبت؟ يعني يمكن لو خدت من كلام حضرتك يا استاذ احمد على المشاكل اللي موجوده في فريق نادي الزمالك، مشاكل يمكن ليها علاقه بالملعب، ومشاكل كمان ليها علاقه بخارج الملعب. يعني يمكن شفنا مشاكل ليها علاقه بموضوع المنشطات والكلام اللي حصل، ودار وكله من داخل نادي الزمالك اثر بالتالي على فريق نادي الزمالك ومردوده، مع المشاكل الفنيه اللي موجوده عند المدير الفني. ولكن انا عايز اقول ان مباريات القمه ما بتخضعش لمقاييس المباريات العاديه. يعني مباريات القمه دايما او في غالبا كمان الفريق اللي ممكن تكون انت مش مراهن عليه او مستواه متراجع ممكن يكسب، هو 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 يكون هو الطرف الفائز بالمباراه. ويمكن شفنا اشهر مثال مباراه 6-1 اللي قدر النادي الاهلي يفوز فيها 6-1 على الزمالك. كان الزمالك داخل المباراه بحاله، يعني هو اللي كان بيقول ان هم اللي هيفوزوا على النادي الاهلي بسكور، ولكن الايه انقلبت تماما في ارض الملعب. علشان كده انا عايز اقول ان الفوز بمباراه الزمالك ان شاء الله يوم السبت والابتعاد بالصداره وتوسيع الفارق هيبدا من احترام الخصم. انا ماليش علاقه بمشاكل نادي الزمالك تماما، انا ليا علاقه ان انا داخل مباراه قمه. نادي الزمالك بيمتلك وبيتحصل على لاعبين بيلعبوا في مستويات كبيره. بس لا، مش المبالغه في احترام الخصم، ولكن انت بتتكلم على فرقه في 2023 ما كسبتش ولا ماتش. تمام، يعني لعبت 4 ماتشات ما فيش اي فوز فيهم، فبالتالي بالتاكيد ده لازم يتترجم، ولازم انت تضغط او تحاول لازم استغل بالظبط، استغل بقى انا استغل الحاله دي على ارض الملعب. ولكن انا علاقه في اوضه اللبس تبدو مش في افضل احوالها، تغيير في الجهاز الفني، عندنا وجهين جداد في حسين ياسر محمدي، في كابتن اسماعيل، في حاله ارتباك من الافضل ان انا بقى يبقى عايز استغلها لمصلحتي بالظبط. انا كنادي اهلي المفروض انا استغل حاله الفرقه او حاله عدم لم الشمل اللي موجوده في نادي الزمالك، زائد المشاكل الفنيه اللي اكيد مستر كولر درس فريق الزمالك كويس جدا في المباريات الاخيره، وشاف نقاط الضعف اللي واضحه للجميع. وان شاء الله انا واثق ان مستر كولر هيعمل سيناريو مفاجئ لفيريرا في المباراه دي، وهنقدر زي مباراه سموحه ان احنا ان شاء الله نبادر بالتسجيل بدري. ولكن انا بتكلم عن لاعبي النادي الاهلي، يجب احترام الخصم على ارض الملعب، لازم ابقى انا داخل التركيز. اه بالظبط، اكيد طبعا لعيبه الاهلي او فرقه الاهلي اي منافس، مش بس الزمالك، اي منافس حتى لو فريق اخر الجدول اكيد طبعا لازم تحترم بالظبط. فالنادي الاهلي دايما زي ما حضرتك قلت داخل المباراه بتفوق تاريخي. كل مباريات القمه تقريبا احنا النادي الاهلي عنده سجل كبير جدا من الفوز. اخر مواجهه جمعت الفريقين في بطوله السوبر النادي الاهلي كان هو الفائز. انا داخل المباراه وانا متصدر الدوري، داخل بغرض توسيع الفارق، فكل دي عوامل ايجابيه في مصلحه النادي الاهلي. كمان فنيا النادي الاهلي بيمر بانتعاشه زي ما حضرتك قلت، التاهل لنهائي الكاس، العرض الرائع اللي قدمه النادي الاهلي امام سموحه بالامس، الاضافات النوعيه اللي دخلت على اسكواد النادي الاهلي زي مروان عطيه وزي خالد وزي كريستو اللي دفع بيهم المدير الفني امبارح واداهم كل واحد جزء من المباراه لتجهيزهم والاستفاده بيهم في مباراه الزمالك. بمناسبه الاضافات، قبل ما اسمع رايك يا دكتور محمد في الاهلي والزمالك، شفت ازاي الظهور الاول لمروان يعني خالد طبعا ما خدش، وكريستو يمكن ما خدش وقت، لكن اجمالا ظهور اول ليهم، شفت كورتهم ازاي وازاي ممكن يكونوا اضافه، التحديات اللي بتواجههم، لانه الثلاثه بيلعبوا على اسماء كتيره، سواء مروان في خط النص، خالد عبد الفتاح في وجود هاني ومع عوده اكرم، وكريستو طبعا كجناح يمين. طيب قبل ما نتكلم، علشان الناس ما تاخدش انه ده تقييم، مفيش لعيب كوره بيقيم قبل 7-8 مباريات. انا بقول لك انطباعك، يعني فالانطباع الاول هبتدي بكريستو. محمد الضاوي كريستو لعيب من ضمن اسبابه معايير النادي الاهلي انتقاه في البوزيشن ده، رغم ان عندك لعيبه في نفس المعدل العمري في نفس البوزيشن، لعيبه موجوده في الفرقه، الشخصيه
الراجل هناك بيلعب في دوري تونسي، دوري كامل العدد، المدرجات ممتلئه، بعض المباريات كان فيها يعني شيء من المناوشات كده وضغوط على اللاعب نفسه، ولعب مباريات كبيره مع النجم الساحلي امام الترجي، امام الصفاقس، امام ملعب تونسي، مباريات جماهيريه كبيره جدا، الراجل متواجد، رجليه في الملعب بيسجل وبيعمل اسيست، فكانت الشخصيه ده واضح تماما امبارح من اول خمس دقائق. الراجل لعب 20 دقيقه امبارح، ال 20 دقيقه اللي لعبهم عمل فيهم كورتين مؤثرين جدا. رقم واحد ان الراجل واضح تماما ان عنده السرعات بتاعه الترانزيشن وبتاع نقل الهجمه، وان عنده القدره انه يعمل البروجريشن يحط كره تحت رجله ويقطع 30 و40 متر ما عندوش مشكله نهائي، ودي كانت مشكله كبيره عند النادي الاهلي قبل كده، وكانت ميزه عند بعض الفرق ان عندهم البروفايل ده، ان مهما انا مضغوط ومهما انا لسه بطلع بالكوره وفي الكاونترز، ما هو في الطبيعي ان اي فرقه لعبها حتى لو فرقه بتلعب بالدفاع وتشتغل كاونتر هتروح بكوره باثنين بثلاثه، ازاي استغل ده واسحب فرقتي لفوق في اقل عدد من الثواني واقل عدد من التمريرات، ما كانش عندي البروفايل ده. كريستو بيعمل ده، كريستو بيعمل ده، وعمله امبارح في كورتين، واحده منهم كان فيها فاول واضح جدا في وسط الملعب والحكم ما حسبوش. فاللعيب عنده القدره دي كقدره فنيه، الشخصيه والجرأه، ما بيخافش، بيروح للعيب وبيعدي واحد واثنين وما عندوش ازمه. ده امتى؟ وبيلعب قدام جمهور النادي الاهلي، تيشرت النادي الاهلي، مباراه في سيمي فاينل كاس، اول ظهور نازل في الدقيقه 72، مش خايف، مركز، قفل ودنه تماما وبيشتغل. وهنا دول حاجتين يبانوا لك من الانطباع لما نيجي نتكلم على محمد الدار كريستو. مروان والتدعيم بتاع مروان كان تدعيم حساس جدا في توقيت الاهلي محتاجه جدا جدا جدا، لانه الاهلي مش قصه انه الاهلي عنده ازمه في البوزيشن ده، لا، هي الازمه في انه البوزيشن ده تحديدا معدلات الاصابات، معدلات الايقافات في لعيبه وسط الملعب 6 و8 كتير جدا في اي فرقه في العالم، فطبيعي يكون عندك اربع لعيبه على الاقل، انت بتلعب في اثنين بوزيشن، اربع لعيبه على الاقل عندهم القدره ان هم يتواجدوا بشكل كبير وبشكل مستمر خلال المعترك اللي انت داخله. انت لسه داخل على كاس العالم انديه، بطوله افريقيا، تلاحم مباريات، انت في الدوري بتلعب كل ثلاث مباريات كل ثلاث ايام. ففي النهايه المعدل الاخير الاهلي لعبه في الران الاخير ده مباراتين كل سبعة ايام، فبنتكلم كل ثلاث ايام بتلعب مباراه. ففي النهايه انت كنت محتاج مروان عطيه، شخصيه واضحه جدا عند مروان، نزل مش خايف، قادر، بيعمل الترنات. مروان عنده كمان ميزه كنا بنتكلم حتى قبل المباراه، ان دي من مميزات مروان، لو خد مروان بيعمل الكروس باس، الباص الطولي القطري الدياجونال بيعمله بشكل ممتاز، بيروح ناجح لانه لازم يوصل للعيب اللي انت عامل له الباص ده. بيحتاج ثلاث حاجات، رقم واحد كنترولك على الكره يكون كويس، اثنين يكون عندك الفيجن، دماغك مرفوعه شايف الملعب كويس، ثلاثه يكون عندك دقه التمرير الطولي اللي تقدر تقطع بيه مسافات وتكسر بيه خطوط من خلال تمريره واحده. ده مروان. خالد طبعا ما خدش وقت طويل، لكن خالد برضو تدعيمه بعد اصابه اكرم وكريم كان لازم يبقى عندك تعاقد مع لعيب بالبروفايل بتاع خالد. طيب خليني اقول لكم، يمكن كنت بتكلم فقط الاخبار النهارده عن خمس غيابات النهارده، يعني في خمس اسماء ما حضروش تمرينه النهارده. عندنا في خط الدفاع ياسر ابراهيم، عندنا محمد عبد المنعم، عندنا حمدي فتحي طبعا مع السولية، وطبعا في متولي عشان قصه الانذارات. فبالتالي خمس اسماء كانوا بيلعبوا بشكل اساسي في الفتره الاخيره، سيناريوهات وجودهم من عدمه في مباراه القمه غير واضحه. هل شايفين انه على مستوى البدايل الاهلي ممكن يكون، او مستر كولر هيعاني في فكره ايجاد اسماء بديله، ولا عليه انه يلجا لفكره التباديل والتوفيق وتغيير المراكز؟ بلال، هو هيلجا مضطرا لفكره التباديل والتوفيق زي ما حضرتك قلت، لان انا عندي رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه في نفس المركز غايبين، محمد عبد المنعم، محمود متولي، ياسر ابراهيم، دول ثلاثه في نفس المركز، يعني انا لو عندي غياب في مركز وبيعوضوا لاعب ثاني كانت ممكن المشكله تبقى ان انا لعبت باللاعب رقم اثنين، ولكن احنا بنسبه كبيره هنشوف لاعب هيشارك في مركز مش في مركزه، خاصة في مركز قلب الدفاع. بس برضه أوضح نقطة إنه عبد المنعم موقفه مش واضح، قد يكون جاهز قبل المباراة وقد يعني لا يلحق بها، الله أعلم، بس إن شاء الله نتمنى، لأنه عبد المنعم مع ربيع امبارح، أعتقد ربيع امبارح قدم مباراة مباراة إنبي ال 25 دقيقة قدم مباراة جيدة جدا. فبالتالي ربيعة ما يطمنك ويأمن لك واحد من المكانين. كباتن النادي وعنده خبرات كبيرة جدا رامي ربيعة، طبعا يقدر يتحمل المسؤولية في مباراة زي ديت. لو مش عبد المنعم بفكر مارسيل كولر هيبقى رامي ربيعه ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح ظهير ايمن، ده فكر مارسيل كولر اللي اتوقع ان هو يبدا بيه في حاله تاكد غياب محمد عبد المنعم ومحمود متولي. متفق مع السيناريو ده دكتور محمد؟ متفق جدا مع اللي قاله بلال، لكن عندي بقى حته صغيره، انا اثنيت جدا على مارسيل كولر، لكن مباراه زي مباراه امبارح وانا عندي لعيب ايا كان، حتى لو عنده عروض، حتى لو في مفاوضات، لعيب زي محمد مغربي موجود، هو موجود المدافع الاساسي للمنتخب الاولمبي، ادى بشكل جيد الموسم الماضي خلال الفتره القصيره
اللي خرج بيه اللي خرج فيها بره مصر في النهايه لازم شارك لازم كاس عالم انديه كمان ولعب كاس عالم انديه مع موسيماني لعب معانا كاس عالم في الوقت اللي كان الاهلي غايب عنده 12 لعيب ففي النهايه ولعب جيم حلو كان واحد قدم مباراه جيده طبعا كاول مباراه ليه امام النادي الاهلي وفي ايفنت زي كاس عالم انديه يعني فكان مهم جدا ان يتواجد محمد مغربي مش بس علشان مباراه امبارح كان ممكن ما لجالوش لكن عشان لما اتحط في موقف زي ده ما انا عندي مدافع خامس في الفرقه ايه الازمه انه يتواجد على البنش حتى لو قناعات المدير الفني بيه مش كبيره وده حق المدير الفني تماما هو حقه يقتنع بمين ويرتب لعيبته زي ما هو عاوز لكن في النهايه كان مهم جدا يتواجد امبارح على البنش عشان موقف زي اللي احنا موجودين فيه ان شاء الله الرحمن محمد عبد المنعم هيلحق باذن الله لكن متفق جدا مع بلال في الطرح بانه لو محمد عبد المنعم ما لعبش طبعا هيروح لمحمد هاني يتجرب ولعب كتير جدا في البوزيشن ده كرايت سنتر باك هيلعب على اليمين وهيلعب رامي ربيعه على الشمال ويلعب خالد عبد الفتاح لكن هنا انت بتتكلم الازمه بقى هتبقى فين مش بس كده الازمه انك هتبقى داخل المباراه ما عندكش سنتر باك لا اساسي ولا بديل فانت هتضطر تلعب هاني فما عندكش حد على البنش اجباري اثنين ما عندكش ظهير ايمن بديل لانك حطيت الاثنين في الملعب واحد سنتر باك واحد رايت باك ايوه فهنا انا لازم اشوف محمد مغربي اذا ما كانش الراجل عنده الثقه الكبيره ان محمد مغربي يبقى متواجد في التشكيل الاساسي لازم اشوفه موجود على البنش في المباراه دي اذا لم واحده من الاوراق اللي قد يلجا ليها في مليون في المية حسب مليون في المية طبعا فان شاء الله الرحمن محمد يكون موجود والامور تبقى هاديه بس جزئيه الباك اليمين عايز يعني على نفس المثال اللي انت كنت بتديه بتاع كريم فؤاد انه مركزه الاساسي باك يمين وتحول لجناح الشحات بدايته كانت باك يمين وبعد كده تحول لجناح برضه فممكن جدا انه الشحات يلعب في الحته ولعبها على فكره حتى مع الاهلي لعب في اكتر من مباراه كمان فرديه فنيه ممكن دماغ كولر ما اظنش انه يروح يرجع حسين لان كان عنده الاوبشن ده في مباريات كتير وما عملوش لا بيلجا لخيارات اخرى فانا متفق جدا مع الجزئيه اللي قالها بلال انه السنتر باك لا هو هيروح لو محمد عبد المنعم ان شاء الله هيكون جاهز لكن بالفرضيه ان الراجل ما اكتملتش الجاهزيه الطبيه بنسبه 100% قبل مباراه السبت محمد هنا ولا يلعب جنب رامي ربيع السوليه وحمدي فتحي في نص الملعب صداع اكيد صداع طبعاً. وان شاء الله باذن الله السوليه ان شاء الله يكون جاهز حمدي يعني الدنيا بسيطه ما هياش حاجه صعبه جدا لكن في النهايه برضو ممكن يكون جاهز او ممكن ما يكونش جاهز هنا نلجا لفكره عندي ثلاث اوراق عندي فخري اللي قدم حقيقه مباراه كويسه جدا امبارح عندي مروان عطيه عندي اليو ديانج في الملعب مين الاقرب من وجهه نظرك بلال يعني طبعا زي ما حضرتك قلت الثنائي حمدي فتحي وعمرو السوليه ثنائيه طبعا بتدي تقل في الملعب طبعًا لاي طبعًا فريق طبعا عمرو السوليه كمان الفتره الاخيره حظه وحش جدا بعد ما تالق في مباراه بيراميدز وبعدها مباراه انبي كان عامل يعني مستوى هو عمر طول عمره كل ما تالق بالظبط حظه وحش بيجيله اصابه في وقت يعني هو والله وحمدي كمان فارق جدا حمدي بيرجع بسرعه كبيره جدا حمدي كمان لسه راجع من اصابه واتصاب على طول بس ان شاء الله حمدي هيلحق يعني وان شاء الله كمان نتمنى ان عمرو السوليه حتى لو مش هيبدا يكون موجود ورقه مهمه جدا في حاله طبعا يعني عدم لحاقهم بالمباراه اعتقد ان برضو احنا بنتكلم عن الفكر اللي احنا بنقدر نقراه من قرايه مستر مارسيل كولر للقاء وللعيبته تقييمه للعيبته اعتقد ان هو هيبدا باليو ديانج طبعا لا غنى عنه في وسط الملعب وهيدي فرصه لمروان عطيه وقتها هيبقى في مشكله يعني هي مش مشكله هيبقى بس التخوف من ان انت بتحط عنصرين جداد لاول مره بيشاركوا خالد عبد الفتاح في الظهير الايمن ومروان في وسط الملعب ان شاء الله يقدروا يكونوا قدروا امبارح ياخدوا الدافع الجمهور امبارح على فكره بالمناسبه الجمهور امبارح شجع الاثنين كويس جدا قبل المباراه قبل انطلاق المباراه حمسهم دخلهم في الاجواء كمان كولر لما اشرك مروان بدري شويه مروان قدر ان هو احنا شفناه بيعمل نقلات في نص الملعب بينزل يستلم كمان لما قفشه نزل قدر ان هو يعمل ثنائيه مميزه مع قفشه وديانج فلا مروان اعتقد ان هو لو دخل اساسي في المباراه هيقدم مباراه كبيره وكمان خالد عبد الفتاح في نص الملعب هيبقى الثنائي في حاله عدم وجود السوليه وحمدي اعتقد ان كولر هيروح لديانج ومروان طيب السؤال اللي ممكن وخليني احط دايما يعني هي حته كده لازم تتقال يعني انا مبسوط امبارح جدا بكره الاهلي سيبك من النتيجه الجيم اللي لعبه النادي الاهلي امبارح جيم حلو جيم ما شفتوش بقالي فتره طويله والقصه ملهاش علاقه او تقييمي ورايي ملوش علاقه بان احنا كسبنا 3-1 القصه ليها علاقه بالانتشار والاستحواذ وتغيير المراكز والتحرك بدون كوره والتسليم والتسلم كوره الاهلي كما اتمنى ان انا اشوفها دايما لكن هتكلم على ثلاثي خط الهجوم يا دكتور محمد هحط اعتبار انه جزء كبير جدا من العرض اللي احنا شفناه او من النتيجه اللي احنا وصلنا لها امبارح تسبب فيها عدم توفيق الهاني سليمان يعني الهاني سليمان لو كان في حالته امبارح او كان في اي جول كيبر تاني كان جول كيبر في حالته امبارح ممكن جدا ما كانش السيناريو ده حصل
صح ولا غلط؟ ممكن يعني ممكن. يا حاله التالق اللي شفنا فيها الثلاثي الهجومي عبد القادر بتسجيل واسيست وحسين باسيست عالمي عالمي، انا شايف انه اجمل اسيست، اجمل من الثلاث اهداف الاسيست بتاع الشحات بتاع السلام والتوقيف والترقيص والترقيص وطريقه الاتجاه والباس والتريحه، جول ما يجيب او اسيست ما يعملوش غير لعيب كبير يعني. لكن في النهايه سؤالي على الثلاثي ده الشحات عبد القادر كهربا، تراهن عليه في ماتش الزمالك؟ ماتش ليه معطيات مختلفه، ليه حساسيه مختلفه، ولا هنا افكر في وجود اسماء تانية خصوصا مع عوده طاهر، وجوده في السور على الاقل مع وجود بيرسي تاو، الاثنين عندهم خبرات الديربي، خبرات ماتشات اهلي وزمالك، ولا ابدا ولا دخل حد مثلا زي كريستو ممكن يكون مفاجاه مباراه؟ شايف ازاي ثلاثي الهجوم؟ طيب واحد، انا لازم اثني جدا 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 على الجبهه اليمنى في النادي الاهلي، محمد هاني وحسين الشحات. محمد هاني ناله من الانتقاد ما ناله طبعا من الجماهير، صحيح استحمل. فواجب على اي حد اي حد بيتابع مباريات النادي الاهلي الاخيره دون ترصد لاي حاجه انه يحيي محمد هاني، ست مباريات ولا افضل. انا اخترته في اول حلقه، قلت انا من وجهه نظري يعني كهربا واخد الشو السكسي كله، بس انا قلت امبارح محمد هاني احسن لاعب في الفريق. انا عايزهم واحنا بنتكلم يجهزوا لنا بس الجول الاولاني والثاني، او اشرح لك التحرك احنا بنتحرك ازاي، ومارسيل كولر حاول يعوض طيب الازمه الهجوميه. عايز تدي هاني ونأجل سؤال لا 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 زي ما احنا مكملين وهم يشرحوا براحتهم وهم يجهزوا براحتهم. الجول الاول والثاني في ماتش امبارح ونمشيهم على البطيء يعني. ده الجول الاولاني. بص وقف هنا، وقف هنا قبل بس ما تروح، ارجع تاني. النادي الاهلي امبارح كان بيعمل حاجه في الكوره اسمها الدبل ويف، ثلاث لعيبه قدامهم، ثلاث لعيبه في اي مشهد من المشاهد الاهلي بيهاجم فيها مؤخرا مع مارسيل كولر من خمس لست لاعبين على الاقل موجودين في الثلث الاخير لملعب المنافس. مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، حصلت في مباراه بيراميدز ومباراه ام. بص تاني، بص وقف هنا بقى، بص محمد هاني، محمد هاني دايما بيحط الباس وينزل ويروح يعمل السبورت في ظهر الكوره. أيوة. فتح سبرنت ولا لعب الكوره الكهرباء وخد سبرنت، ما استناش بقى يشوف الكوره واللعيب هيرجع له ولا مش هيرجع له، فيبقى في جاب ومسافه ما بينه وما بين الراجل اللي معاه. بص هنا هو سابق الجناح، سابق الجناح الشحات. هناك على اليمين سابق الشحات عشان يروح يكمل ورا كورته اللي حطها، عشان لو كهرباء فكر انه يقف على الكوره ويرجع يسند لتحت تاني يلاقي حد يعمل له السبورت. ده كله شغل فني، اتنين التزام وتركيز من اللعيب اللي بيعمله. فانا لازم ادي كريدت كبير جدا للحاله الهجوميه اللي بقى عليها النادي الاهلي، ست لاعبين في كل الويفز اللي الاهلي بيعملها في كل المباراه، مباراه بيراميدز، مباراه انبي. انت ممكن تجيلك مباراه زي مباراه المصري اللي توفق زي الشوط الثاني، ضيعت ثلاث اربع كرات محققه، وده اللي الراجل شويه مستأمنه. أيوه. انك بتجيلك كرات سهله وما بتسجلهاش. أيوه. عشان كده محتاج مهاجم، واتكلم في قصه المهاجم مش عايزين نروح لها ثاني يعني. لكن في النهايه انت بقيت بتحاول تعوض ده بالكثافه الهجوميه اللي موجوده داخل المنطقه، في اي كادر هيتاخد لونج شوف عرض الملعب هتلاقي انه في على الاقل من خمس لست لاعبين من النادي الاهلي في الحاله الهجوميه. ليه؟ دايما النادي الاهلي كان سهل قوي بيتقفل عليه حتى وانت بافضل حالاتك مع اي مدير فني. دايما في اخر خمس ست سنين بيتعرف انه الجبهه اليسرى بتاعه النادي الاهلي هي الجبهه المميزه، علي معلول وقدامه اي جناح ايا كان مين الجناح، احمد عبد القادر او طاهر لما كان بيلعب على الجناح الشمال، او اي لاعب بيلعب في الجبهه اليسرى، فدايما الجبهه اليسرى. انت خلقت جبهه يمنى دلوقتي بقت بتشتغل بنفس البالانس، فما بقاش حد قادر يقفل عليك، لانك هتقفل على الجبهه اليمنى هتخش في اليسرى هتبتدي تشتغل من على الجبهه اليسرى. ورجعنا كمان يا دكتور، رجعنا تاني لقصه يعني لو رجع الهدف بص بص الكادر هي نفس الكادر 6 7 على طول 6 7 جوه بالظبط. بص حمدي على حمدي بالظبط، هي دي بقى هي دي اللي انا كنت عايز اتكلم فيها. رجعنا تاني لتواجد الديفندر واحد يعني حمدي المفروض على الورق بيلعب 6 بالظبط كده يعني. لو رجعنا لكره الهدف الاول في الكره العرضيه عمل كهربا، لو كهربا ما عملهاش بالعرض لعبد القادر كان حمدي موجود حمدي واقف يعني حمدي بص في الكره يا استاذ احمد كهربا بص التكمله بتاعت حمدي، حمدي داخل رقم 6 داخل لحد فين. احنا النقطه دي كانت غايبه عننا بقالها فتره طبعا كبيره جدا طبعا. رجعت تاني يعني، يمكن ده حمدي في كره الهدف الاول، كمان في كره الهدف الثاني حمدي عمل نفس التكمله وكافئه طبعا نفس البوزيشن بالظبط نفس اهو وقدر يسجل. فدي نقطه زي ما قال الدكتور كده، نقطه من النقاط اللي الجديده او بالظبط كده. ده شغل ده شغل مدير فني يعني، وجود حمدي في المنطقه دي للمره الثانيه على التوالي. وقتنا بيجي ارجع للسؤال، عايز ارجع للسؤال تاني. تراهن تبدا بالثلاثي اللي يعني بشروط اللي قدم مباراه كبيره بشروط جدا في سموحه بشروط واحد حسين الشحات مع اعترافي التام بموهبه كريستو، ما ينفعش في الحاله اللي عليها حسين ما ينفعش يطلع من الملعب. تمام، حسين لازم يبقى موجود حتى مع عوده طاهر اللي هو عنده بريفيليج كبير عند الكولر بيحب طاهر، محمد طاهر مش حبه مش حب شخصي، حب فني كبير جدا. ليه طاهر بيعمله دورين مهمين، بيعمل الزياده والتكمله جوه ال 18 وبيرجع يعمل الواجبات التكتيكيه ويعمل اوف لايننج ويقفل مع الظهير اللي وراه. النقطه الاهم ان طاهر محمد طاهر واشتغل مع كولر في الجناح الايمن
لكن هو مركزه الاساسي جناح ايسر. فانت هنا هتراهن، هو ده الرهان في وجهه نظري. في كولر قدام رهانين، الشحات حاجز مكانه، في رهانين قدام الراجل. الرهان الاولاني هل تودي طاهر الناحيه الثانيه وتحط احمد عبد القادر على البنش تستفيد بيه بوقت من اوقات المباراه استفاده من الشغل والجهد اللي بيعمله طاهر عشان تقفل الجبهه اليمنى بتاعه الزمالك اللي فيها زيزو؟ أيوة. ده حل من ضمن الحلول، لان علي معلول لعيب مميز جدا هجوميا، لكن يبدو اوقات كتير بقى عنده مساحات، فالمساحات دي مين اللي يقدر يرجع معاه ويعمل فلايننج؟ طاهر مش احمد عبد القادر، فوارد. ده التشالنج الاولاني. التشالنج الثاني الحاله اللي عليها كهربا، وهنا ده الشرط الاهم. كهربا لو هيقدر هو نفسه أدرى بنفسه يقدر يتحكم في ردود افعاله في مباراه ديربي فيها ضغوط كبيره جدا جدا في ظل ازمه تخص اللاعب نفسه، متحكم في اعصابه وردود افعاله وقادر يشتغل، طبعا بلا شك استغلالا للحاله الجيده اللي بدا بيها كهربا يبقى موجود. لكن اذا كان واثق 100% عشان ما بيوصي الجيم على فرقتك، تمام 100% انت لاعب نازل، نازل تلعب كوره بس، لا ليك علاقه بهتافات موسيقى وده وارد جدا يبقى موجود من بدايه المباراه، ولا ليك علاقه بضغوط جماهيريه، ولا ليك علاقه بقيت الف السوشيال ميديا. انت نازل مركز في الوقت اللي هتلعبه فقط لا غير. دول الشرطين المهمين قدام كولر اللي اكيد هيفكر فيهم كتير جدا قبل المباراه. طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم في كل النقاط دي بشكل واضح وصريح، طبعا والاهلي مدرسه في الحته دي تحديدا. مليون في الميه. طيب الزمالك يا بلال، ايه اهم، ازاي شايف تقييمك لحاله الفريق، اهم نقاط ضعف اللي ممكن تشتغل عليها في مباراه يوم السبت؟ طبعا نقاط ضعف نادي الزمالك واضحه في المباريات الاخيره، يعني يمكن في مباراه اسوان يعني نص ملعب نادي الزمالك عنده ثلاثه بيلعبوا، بيلعب الراجل بيلعب بحاجه غريبه جدا، بيلعب باثنين رقم 6 وواحد رقم 8، هو اصلا مش رقم 8 اللي هو امام عاشور، وبيلعب بدونجا 6 وعمرو السيسي 6. خروج الكوره من اللعيبه زي عمرو السيسي ودونجا في وسط الملعب بيبقى ضعيف جدا. فانت احنا كنادي اهلي عناصر النادي الاهلي في نص الملعب اللي هتقدر تمتلك الكره سواء اليو ديانج او السوليه ان شاء الله في حاله مشاركته او حتى مروان عطيه، كورتهم اعلى بكتير من كوره نادي الزمالك. فانا لو قدرت اسيطر على نص الملعب واستفاد من الميس باص اللي بيعمله لعيبه نادي الزمالك زي ما استفدنا في مباراه السوبر من الميس باص اللي عمله زكريا الوردي وقدرنا نسجل، كذلك نفس الحال على الاثنين الثنائي ارتكاز نادي الزمالك. الخطوط الخلفيه عند نادي الزمالك مش احسن حاجه طبعا، حسام عبد المجيد لسه لاعب شاب، لسه لاعب صغير، شفنا ازاي نادي الزمالك اتضرب. متميز الحقيقه، هو يعني متميز جدا في الكرات الثابته، يعني متميز جدا في الكرات الثابته والكرات العاليه كمان. ولكن ارتكاز لاعبي نادي الزمالك داخل منطقه الجزاء عندهم سرحان سواء محمد عبد الغني او حسام عبد المجيد، وطرفين الملعب احنا شفنا الراجل دفع بحمزه المسلوسي كظهير ايسر وهو بيلعب مش في مركزه، فشفنا دفاع نادي الزمالك اتضرب رغم النقص العدد، البيراميدز اتضرب في كره الهدف بتاع الكارتي بطريقه ساذجه جدا. فانت تقدر كنادي اهلي مع التحركات والمهاره اللي عند احمد عبد القادر او سواء كمان طاهر محمد طاهر، ومن الناحيه الثانيه حسين الشحات والحاله اللي هو عليها بقى له كام مباراه، لا انا اقدر استغل نقاط ضعف في ظاهري الجنب عند نادي الزمالك ونص ملعب نادي الزمالك. نقاط القوه في نادي الزمالك ابرزها طبعا على الاطلاق هو احمد سيد زيزو، لو قدرنا زي ما دكتور محمد قال لو قدرنا نقفل على احمد سيد زيزو وما ندلوش المساحه، يعني زيزو دايما بيحب يستلم في مساحه عشان يبقى عنده مساحه الرؤيه سواء هيصوب او يعمل الكروسات اللي هو مميز فيها جدا. وامام عاشور ده النقطه الثانيه، نقطه القوه المميزه جدا عند نادي الزمالك تصويبات امام عاشور واللونج باص اللي بيعمله في ظهر المدافعين، الاثنين دول لو قدرنا نقفل عليهم كويس جدا ونتحكم في او نضيق عليهم المساحات هنقدر يبقى لينا الغلبه على ارض الملعب. واجهه جوزوالدو فيريرا ومارسيل كولر كلاكات تاني مره، الاثنين واجهوا بعض قبل كده في مباراه السوبر، الاثنين اكيد طبعا هيذاكروا ويتفرجوا على ماتشات الاخيره، يعني كولر هيبص على ماتشات الزمالك الاخيره اللي تعثر فيها بقى ماتش داخليه وماتش اسوان وماتش بيراميدز، واكيد طبعا فيريرا هيذاكر ماتشات الاهلي الاخرانيه. شايف المواجهه ازاي المره دي، ومين خايف من مين اكتر يا دكتور محمد؟ مين عامل حساب اكتر للتاني، والمواجهه اصعب بالنسبه لمين؟ الحاله اللي عليها نادي الزمالك انا مبسوط جدا انهم عرضوا، لان انا لسه كنت هطلب الجون الثاني. يعني يعرضوا لنا الجون الثاني واحنا بنتكلم الجون الثاني بتاع السوبر بتاع كريم فؤاد. لانه نفس الخطا في مباراه بيراميدز من الزاويه العكسيه، التغطيه العكسيه سيئه جدا في نادي الزمالك، نفس الخطا كابي بيست، نفس اللي حصل في مباراه بيراميدز والدخول بتاع وليد الكارت من ناحيه اليسرى كان هو بتاع كريم فؤاد. فالتغطيه العكسيه في الحالتين سيئه جدا، التغطيه العكسيه من الظاهرين سيئه جدا، سواء لعبوا بخمسه في خط مختلف اطراف الزمالك، ده الزمالك عنده مشاكل كتير جدا فنيه. وخليني اقول لك بما سالت السؤال على جوزوالدو فيريرا، سياره فيريرا ترجع الى الخلف منذ فتره. ما حدش بيقول ده بنقول والله يعني بنقول لا بنقول يعني خلينا نتفق على حاجه، موسيماني في عز ما هو بيكسب وبيجيب القاب وبطولات حقيقة. كان السكاكين شغاله طول النهار صبح وليل،
الراجل انا يعني انا مش انا مش قصتي خالص، بس انا مستغرب من التعامل معاه، لانه الراجل خسر سوبر مصري والله هجمنا يعني لما اتكلمنا على ده، خسر سوبر مصري مع قدام الاهلي، خرج من بطوله الكاس متعسر ومترنح في بطوله الدوري، مش حد بيتكلم. لا هو الازمه كمان البروف عنده حصان. الازمه الفنيه اللي عند فيريرا هي مش بس ازمه نتائج، حتى وفيريرا بيكسب كان عنده مشاكل فنيه كبيره جدا. الزمالك هو بيلعب في لامبو المنافس المغمور الضعيف جدا في دور في بطوله افريقيا، في بدايه مشوار النادي الزمالك في بطوله افريقيا، الزمالك بيطرح عليه بخمس انفرادات في مباراه واحده في القاهره بنفس الطريقه، ضرب ما بين في السبيس اللي ما بين الظهير قلب الدفاع وما بين الظهير الايسر وقلب الدفاع وما بين الظهير الايمن خمس مرات، وتم التسجيل من نفس الطريقه والراجل قاعد بيتفرج مره واثنين وثلاثه. تغيير التشكيل واللعب 4 3 3 شويه و 3 4 3 شويه، الاسراء على نقل احمد مصطفى زيدو من ناحيه اليمين لناحيه الشمال وتغيير مكانه، الاعتماد على عمرو السيسي كلاعب دبل 8 يطلع من مكانه اللي هو لعيب 6 اساسا، يطلع هو اللي يستلم الكره ويطلب الكره فما بيعرفش يتصرف فيها، فانا مزود لعيب في وسط الملعب بدون ملعب. ده لما لاعب باشيكو اللي جاي بقاله 5 ايام ولا اسبوع مع نادي بيراميدز ولعبه بالشكل ده، ويتحكم باشيكو اللي بيلعب ب 10 لاعبين من الدقيقه 12 بالمباراه بالشكل ده، ويعمل لي تغييره بمنتهى البساطه، يحط تشكيله قلت طاهر محمد طاهر، يحط لي كريم حافظ الغير جاهز بدنيا ولا فنيا، وراجل بقاله كتير جدا ما بيلعبش ووزنه زايد، ويتحط قدام محمد حمدي فيشلني تماما، ما عنديش اي حل غير احمد زيزو، فتقفل جبهته فاضطر انقل زيزو، فزيزو طبيعي من غير رقابه من اتنين الناحيه الثانيه بيقل، فانا فقدت كل السيطره على الفريق. لا سياره فيريرا ترجع على طبعا بشكل اكتساح طبعاً. اكتساح مش تفوق، لما العب ب 10 لاعبين فرقتين كبار يلعبوا قدام بعض 10 لاعبين تقريبا من بدايه المباراه، بتكلم دي 11 كاني داخل المباراه متاخر بهدف وخسران لعيب، وباشيكو يقدر في النهايه. لا طبعا التفوق طيب. باشيكو على فريق انا عشان وقتي يهمني اكتر اروح لافريقيا اكتر من العالمي، وهاجل موضوع الميركاتو ده يعني الوقت تاني، بس يهمني كمان نعدي عشان عودنا الناس في كل اربع وعدناهم ان احنا هنتابع اخبار الهلال السوداني والقطن الكاميروني وسان داونز عملوا ايه كل اسبوع، فخلينا نبتدي بملف الافريقي ونشوف تمام. البدايه نبتدي تحب نبتدي منين يا بلال؟ يعني سان داونز منافس ولا ايه؟ نبتدي بالهلال السوداني اللي دعم الهلال صفقات بالظبط، دعم صفوفه بثلاث لاعبين مميزين جدا، دعم في خط يعني يمكن دعم في خط الدفاع ودعم كمان في مركز الجناح ومركز المهاجم، وتدعيماته طبعا هدفها هو رجع احنا بندعم وهدفنا كاس العالم، الهلال بيدعم وهدفه تذكره التاهل في بطوله دوري الابطال بالظبط. يعني يمكن الهلال السوداني زي ما قلنا في حلقة قبل كده ان هو عنده حجم استثمارات وعنده ميزانية معقولة جدا في جلب صفقات وراتب مدير فني، الموضوع اختلف عن قبل كده. الهلال ناوي ان هو يزاحم الاهلي وصن داونز على عكس المتوقع، زي ما كل الناس قالت ان الاهلي وصن داونز فرصهم الاعلى، لا الهلال ناوي يفاجئ الاهلي فنيا ويفاجئ صن داونز، يقول لي لا انا كمان ازاحم على مقعد لصدارة. دعم صفوفه بثلاث لاعبين مميزين جدا، دعم في خط الدفاع ومركز الجناح ومركز المهاجم، ثلاث لاعبين كويسين جدا، عوده ابرزهم عوده عماد الصيني زي ما بيطلق عليه اللي كان في المريخ. هو كان لاعب سابق في الهلال السوداني وبعد كده انتقل للمريخ، فسخ عقده مع المريخ السوداني وعاد مره اخرى، وجمهور الهلال سعيد جدا بعوده عماد الصيني لصفوف نادي الهلال، وبيراهن عليه ان هو يقدر يغير ويضيف للشكل الهجومي ده بالنسبه للهلال السوداني. نروح لسان داونز دكتور محمد، تعقيب في 30 ثانيه على الهلال. الهلال السوداني هو بيراهن انه يكون الحصان الاسود في البطوله، ميزانيه كبيره 6 مليون دولار حتى يعني الآن. يعني نسخه الهلال اللي هنشوفها السنه دي غير نسخه خالص في وجود محمد عبد الرحمن نجم الكره السودانيه طبعا لازال موجود، لكن تعاقده دلوقتي بنتكلم على عدد المحترفين وصلوا الى 6 محترفين جوه الفرقه، منهم لعيبه جيده جدا، عندهم ليبولو مهاجم كنغولي قوي جدا، عندهم سنجوني لعيب في وسط الملعب مهاجم من كوتيفوار، عندهم بيدرو جايبينهم بيدرو اتلتيكو مدافع مميز اللي لعب قدام الزمالك قبل كده في مباراتي القاهره وانجولا. الله الله ده ايه ده ليبولو يعني كمان ليبولو الفرود اللي قال عليه دكتور محمد مع نفس جنسيه المدير الفني، وفي بينهم زي كده مكان موسيماني يعني هو جاي اصلا علشان يتعامل مع ودي النقطه الاهم بقى فلورا نابينجي المدير الفني الكونغولي لفرقه الهلال السوداني، هو المدير الفني السابق لفيتا كلوب اللي قدر يصعد معاهم لسيمي فاينل دوري ابطال افريقيا، رغم ان فريق فيتا كلوب يبدو فريق مغمور مش فريق كبير لما نتكلم على فرق افريقيا، يعني اثنين راح مع نهضه بركان خد معاهم الكونفدراليه، فرايحين جايبين مدير فني خبير في التجمع اللي كان فيه افضل 11 مدرب من افريقيا، واللي كان حاضر موسيماني وخد فيه الكاف اي برو اي اللي هي الرخصه الاخيره اللي خدها موسيماني اللي كانت في المغرب، وكان معاه وليد الرجراجي بالمناسبه، كان معاهم فلوران ابينكي مدير فني كبير الهلال، منافس شرس جدا جدا جدا. سان داونز بقى ركز في 30 ثانيه، سان داونز في 30 ثانيه
اتعاقدوا مع مارسيلو أليندي، ده أكبر صفقة هم اتعاقدوا معاها 2 مليون يورو. مارسيلو أليندي ده لعيب وسط ملعب مهاجم من تشيلي، لعيب كويس قوي مع جنسية بيروفية كمان. هم حابين قوي أمريكا اللاتينية، هم بيعملوا تجارب كتير مش كلها بتنجح. طبعا احنا بيظهر لنا منها اللي بينجح. والفرقة زي ما هي، يعني عندهم لعيب اسمه مانياما، لعيب كويس قوي بيلعب في منتخب جنوب افريقيا، ده جنوب افريقي جنب مارسيلو أليندي. هم محتفظين بكل العناصر القديمة زي ما هي، وجابوا ابرز صفقاتهم، عملوا اكتر من صفقه، لكن ابرز صفقاته مارسيلو أليندي 2 مليون يورو، رقم كبير جدا ما كانش بيدفعه سان داونز قبل كده. نهايه تصريحات المدير رئيس النادي لو بالمناسبه نجل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، قال احنا عارفين احنا بنقدم كره جميله وممتعه في كل سنه، المره دي احنا مش فارق معانا ان احنا نقدم كره ممتعه على اننا ناخد بطوله، يجب ان نتحلى بمزيد من الشراسه. دي تصريحاته تعقيبا على قرعه دوري ابطال افريقيا. عايز اقول حاجه على سان داونز ولا لا احنا زي ما الدكتور قال كده، مش عايزين عشان ما ناخدش وقت الحلقه، لو نروح للقطن. بالظبط، القطن الكاميروني يمكن هو على الورق اقل المنافسين حظوظا في خطف بطاقه الصعود، ولكن ليه من كل الفرق اكيد كل الاحترام، لان وارد جدا ان فريق مش في الحسبان يضيع منك على الاقل. يعني دايما هو الفصول البايخه بتيجي من الفرق اللي بره الحسبان. فلا، القطن الكاميروني زي ما قلنا قبل كده، هو هو حد كان متوقع مثلا سيمبا يعمل الكلام اللي عمله في المواسم الاخيره في الدوري. ملعبهم صعب قوي، ملعب جروه، ملعب صعب جدا، الملعب نفسه ملعب متعب، حتى لو ما عندهمش لعيبه الملعب صعب جدا. وممكن يبقى مطب، يعني طبعًا مطب بيأثر على المنافسه اللي ممكن تبقى موجوده بين الهلال وسان داونز. يبقى يرجح فريق عن فريق بطريقه غير مباشره طبعا من خلال المباريات اللي هتلعب هناك، خاصه زي ما قال دكتور محمد في ملعب جرو، ملعب صعب جدا، واجواءه وارضيته كمان مش سهل انك تروح تخرج من هناك بالثلاث نقاط. طيب نروح معانا وقت، ممكن نعدي سريعا جدا على اقول بس حاجه على القطن الكاميروني. هم عملوا تعاقدين في خط الهجوم، هم فريق مش غني، عملوا تعاقدين. يمكن اشهر التعاقدات اللي عملوها داوودا كاميلو، ده لعيب من النايجر، لعب قدامنا قدام منتخب مصر، والنيجر، وسجل في شباك منتخب مصر، كان لعيب كبير في السن 35 سنه. حتى ناس كتير يعني بتسال هو لسه بيلعب، يعني لسه بيلعب 35 سنه. فداوودا كاميلو كان اشهر لاعب في القطن الكاميروني، وهم بيراهنوا على ان هم ياخدوا نقاط، زي ما بلال كان بيتكلم كده انه صعب انك تخرج هناك بثلاث نقاط، وهم بيراهنوا ان المجموعه صعبه جدا عليهم، لكن احنا قادرين ان احنا يعني نشاكس كده مع الثلاث فرق من خلال اللعب في ملعب جروه او الثلاث مرات اللي على الارض. طيب اروح للعالمي، سؤال بس الاهم، امبابي في ريال مدريد ولا قصه اشاعات وحوارات ولن تتحقق على الاقل في الميركاتو؟ لا، على الاقل في الميركاتو الحالي صعب طبعا، يعني صعب، خاصه كمان ان احنا شايفين باريس سان جيرمان بيسعى لتجديد. انا بتكلم بس على خلفيه الكلاسيكو. بالظبط يعني بالظبط. لا، هو ريال مدريد طبعا للاسف في الكلاسيكو كان بدون حلول تماما، يعني كمان فينيسيوس مدريدي ولا ايه يا دكتور؟ لا ولا مدريدي ولا برشلوني، بس بميل شويه لبرشلونه. لا، في اسبانيا برشلونه على طول، بميل لبرشلونه شويه. لا لا، انا اللي مدريدي، وانا عشان كده الان اشرب. اتصدمت حقيقه. ليه ده الطبيعي؟ لا، ريال مدريد من بعد كاس العالم. لا، هو مش العادي، هو اخر كام سنه خاصه بعد رحيل ميسي ما كانش ده العادي. ولكن طبعا ريال مدريد، لا دي كبوه ميسي. لا، هو برشلونه واضح ان هم السنه دي مركزين جدا، يمكن جهز. بالظبط، يعني يمكن ريال مدريد بيتراجع في النتائج في على مستوى الليجا، خسر بطوله السوبر، دوري ابطال اوروبا بالمجموعه الحاليه، يعني رغم صح. ان هم كانوا بادئين كويس قوي، وكان الكل بيراهن على اللعيبه الشابه زي تشاوميني وفينيسيوس ورودريجو وكل اللعيبه ديت، ولكن للاسف ريال مدريد ظهر امام برشلونه بدون حلول. بيدري وجابي في حته تانية. لا، ده في حته ثالثه، دول بجد يعني نص ملعب، يعني لاماسيا يا باشا بالظبط، تشابي وانيستا الجداد بيكافئوا بقى برشلونه ان هم يعني اتكشف قوي الفرق الواضح، خاصه في معدل الاعمار ما بين ثنائيه لوكا مودريتش وتوني كروس امام بدري وجابي. لا، الشباب والمهاره لا خاصه في كره الجون الثالث، مش ممكن يعني بصراحه. اهم الصفقات المنتظره دكتور محمد في الميركاتو، يمكن كل الانديه بتحاول لسه، ما فيش الميركاتو ده خامل جدا جدا، يعني ما فيش انتقالات كبيره بتتنقل من هنا، ودايما الميركاتو الشتاء بيبقى صعب جدا، يعني اقل من الصيف بكتير. لكن في انديه مش هتخرج من الميركاتو كده، ريال مدريد من الانديه اللي مستهدف انه لازم يطلع من الميركاتو بصفقتين على الاقل في المراكز اللي محتاجه لدعم، يعني هو عنده مشكله في مركز المهاجم، مين اللي هيشتغل مع بنزيما؟ بنزيما لما بيصاب او يتم ايقافه او اي مشكله عند بنزيما، هجوم ريال مدريد عنده مشكله كبيره، لانه بيبتدي يسكن لعيبه من الاجنحه او من وسط الملعب يحطهم في مركز المهاجم. فريال مدريد مركز جدا يتعاقب مهاجم على الاقل يكون مهاجم بديل لكريم بنزيما في الانتقالات الحاليه. ليفربول كمان
مركز بعد ما جاب جاكبو، مركز ان هو يجيب لعيب في وسط الملعب لان عنده مشكله واضحه تماما من بدايه الموسم. دخل ميركاتو جاب ارثر ميلو لعيب مصاب بقاله 5 سنين، ما اعرفش كان تعاقد لازمته ايه يعني، لكن في النهايه ليفربول مأثر عليه تماما القوه بتاع وسط الملعب والصلابه وارتفاع معدلات العمار. لما يجي نتكلم على ميلنر او هندرسون لا عندهم مشاكل كتير، فهم هيتعاقدوا مع لعيب في وسط الملعب مترجتين اكتر من حد، لكن ما اعرفش هيحاول ايه. وحتى تياجو الكانتارا برده الحقيقه تقدموا في السن، محتاج يجدد في حد مع تياجو الكانتارا عليه على استفهام. انا اكتفي بالجزء ده ومع وعد الحقيقه، يمكن عشان وجود الديربي يوم السبت ودي اخر حلقه السادسه قبل ماتش الاهلي والزمالك، كان مهم اكتر نتكلم على الاهلي والزمالك. بس اوعدكم الاربع اللي جاي هنتابع معاكم كل تفاصيل الكره العالميه، وهيكون لنا وقفات مع الدوري الانجليزي واللي بيحصل فيه والكراسي الموسيقيه وتفوق الارسنال وتراجع ليفربول وتشيلسي، وكل ده يكون معانا في حلقه الاربع اللي جاي في السادسه. بشكر ضيوفي دكتور محمد جمال، بلال محسن، شرفتونا ونورتونا. شكرا لك. ان شاء الله باذن الله يوم السبت كده كلنا نحتفل بفوز النادي الاهلي على النادي الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ميرسي يا دكتور. اشكرك يا زحمه. شكرا ليك. شكرا لبلال. شكرا لكم على المتابعه. تحياتي لكم وان شاء الله على كل خير نتقابل في حلقه جديده من السادسه.